عاش نص الظهر. نعم. المفروض انه انا كنت وحدي وكان اخوه الصغير بالبيت. ف المفروض يجي انه يفو يدخل على البيت بهالوقت. نعم. كنت بالبيت عادي. ف عمر تاخر شويه. فاجى ابن الجيران قال لي خال اخو ابنك اخذوه بسياره. فاني ما صدقت بصراحه. نعم. انه كان الوقت ظهر يعني ظهريه. طلعت للشارع اصيح على ابني ماكو، الشارع فارغ. نعم. ماكو احد. فالاولاد الاطفال الصغار كانوا يراقبون من يعني من بعيد. نعم. فقالوا لي خال احنا شفناه سعد بسياره. اخذوه ثلاث شباب ومره بسياره وصعد وياهم وراح. نعم. فعادي يعني ما كان اي احد وياي بالبيت. اني وابني الثاني الصغير. نعم. ما اعرف شو اسوي، ما اعرف وين اروح. فالجيران طبعا هم كانوا وياي لحظه بلحظه. بعدين جابوا لي ورقه صغيره عليها رقم تليفون. اتصلوا بنا، ولدكم بحوزتنا، واخذوا الولد سحبوه قالوا له نريد بيت فلان كذا من الناس. فهو رد عليهم وقال لهم انه ماكو هيك شيء. نعم. فطلبوا من عندنا يقترب من عندهم، حطوا كمامه على خشمه وقعدوه بالسياره، فغطوا وجهه بس اجتازوا المنطقه مالتنا بحيث ما حد يعرفه من الجيران. نعم. اخذوا منطقه الكراده، بعدين بدلوا السيارات، بدلوا الناس، اخذوا غير منطقه. نعم. المنطقه اللي راح بيها كانت بيها سيارات شرطه، والشباب نفسهم بدلوا ملابس شرطه. نعم. يعني زي اللي كانوا يرتدوه هو زي ملابس اول الشرطة. شيء مدني. مدني. بعدين لبسوا الشرطه انه كان عندهم واجبات. بعد ما هذا الورقه اللي موجود فيها رقم الهاتف اتصلت بهذا الرقم؟ طبعا انا لا، انا كنت وحدي. نعم. اتصلت باجداده. نعم. والده كان خارج بغداد. نعم. محافظه ثانيه. يعني اتصلت باهل البيت فقاموا يجون واحد ورا الاخ. وبعدين هم والده اتصل بيهم طلب من عنده 75,000 دولار. استلمت التليفون كانت الساعه 12:15. نعم. كان جهاز طويل. جهاز طويل. نعم. استلمت عليه مكالمه قالوا انه ابنك عمر انخطف من زوجته. نعم. قالوا انخطف، فعرفت المهندسين وشمرت التليفون ورجعت بسيارتي. نعم. مسافة سويت من تكريدي إلى بغداد تقريبا ساعة وربع. نعم. من السرعة. رجعت بالطريقة اتصل بأبوي قال لي المبلغ كان 700 دولار طالبين فدية. نعم. مبلغ؟ حتى لا يزعجني أو شيء. من وصلت للبيت يلا سمعت إن المبلغ كان 70,000. قال له إحنا على اعتبار إنه طلبوا من عنده إنه هم ما عرف صفة مجاهدين أو هيك شيء فرادوا هالمبلغ. وطلبوا من ابوه يا اما انت تفجر لنا همر او ابنك يروح. اما ان يعني المطالب كانت اما 75,000 دولار. ايه. او انه يفجر همر. بالضبط. نعم. او يعطوه بدل اذا ما يقدر يفجر ينطيهم الفلوس وهم يتصرفون. نعم. بالضبط. فظل الوالد وطبعا جده والاهل كلتهم يعني يتفاوضون وياهم الى ان وصلوا 11,000. تفاوض ياهم ابوي قال كل اللي عندي بوقتها كانت عند 1000. نعم. وانا استلمت من صديقي مبلغ 1200. نعم. المهم تفاوضنا، اول يوم ما حكيت وياهم، ثاني يوم اخذت التليفون كان شخص اسمه ابو حيدر. نعم. شخص اسمه ابو حيدر. اسمه ابو حيدر ويا سيد، واحد اسمه مي سيد. نعم. فوصلنا المبلغ 50,000 ثاني يوم الصبح. العصر نزل 10,000 نزل صارت 40,000. ورا دخلت امي، دخلوا جوارين، حاولت ان ادبر فلوس ما دبرنا، حاولت ان اعطي سيارتي وسيارة ابوي ما قبلوا. فوصلنا المبلغ 30,000. ثلاث ايام يعني طولت المفاوضات 3 ايام. المفاوضات طولت 3 ايام. زين بهذه الفترة انتم اتصلتوا بشرطه؟ لا، بلغونا اذا يوصل الخبر للداخليه. هم عندهم علم قالوا احنا اي خبر راح يوصل للداخليه راح نعرف وراح ننزلكم يعني راس ابنكم بصندوق باب البيت. نعم. هددونا بس كانت اكو سيارات تراقب الشارع. نعم. هاي احنا يعني انتبهنا عليها
بيناتهم في الإشارات كانوا يراقبونا، راقبوا البيت على دخله، إنه تعرف الناس تروح وتجي والأهل والأقارب. المهم ثالث يوم الصبح اتصل بي قال أنت الظاهر أنت ما راجب ابنك. نعم. راح أبيع لغيرك. هبيع 25,000. فقلت له لما أنت تبيع لغيري أنا أشتري منك. بس قلت له كل اللي دبرته هو 10,000. طبعا داينة وطلاب من طلاب أبوي دزوا له مبلغ مساعدة. نعم. وكلية أبوي دزوا له مساعدة. نعم. وصلنا المبلغ 10,000. نعم. أنا استلمت تليفون واحد اسمه السيد. السيد مالي شنو فما توسلت بي ودخيل جدك ومالي شنو. وصلنا المبلغ 14,000. والله دخلت مرة من عندهم. سمعت من بعد قالت اليوم أنت تفضل الموضوع يا بأي مبلغ. أي مبلغ تفضل اليوم لازم أخلص من الولد. يعني وبعد ما استلموا المبلغ راح عمي ابو زوجي يعني جد الطفل راح سلم الفلوس بمتاهات يعني بشوارع بعيده ببغداد. نعم. وكان الجو بارد وممطر و يعني سلم الفلوس وكانه فيلم رعب. نعم. هو رجال كبير بالسن. نعم. اخذوا من عنده الموبايل كان يستلمون من عنده المكالمات انه كنا نتصل به يعني عن طريق هذا الموبايل بالذات. نعم. واخذوا من عنده الفلوس ورجع عمي وما انطونا الولد. قال لي اتصل بيك بعد ساعتين. هاي ما اخذته من ابو حيدر قلت له يا ابو كل اللي دبرت لك اياه 11,000. قال احنا سيطرتين ما شرطه. احسب سيارتين كل سياره بها 4 شنطي لهذا وشنطي ذاك. قلت له يا ابو ترى مو مجبور. يعني هذا اللي عندي ترى دبرته من اهلي ومن قرايبي ومن اصدقاء. وحتى السياره قدامك موجوده ما بعت ولا شيء. هو حكي طويل كل تليفون تقريبا نص ساعه او ثلاث اربع ساعات توصيل بيها. وصلنا ل 14. نعم. هو وصل 14. المهم قلت له يا ابو خلي احكي اللي يطول من عندك. قال لي اعطيك السيد. نعم. هذا السيد هو اخر شيء. نعم. قلت له يا ابو سيدنا انا هيك هيك كل اللي دبرته هو 10,000. قال لي يا ابو ابنك ترى تعب وضاج واحنا استنينا له يدوم ملاعب حتى ما يحس. قلت له سيدنا والله هذا اللي عندي. قال لا انت كذاب انت عندك معارض وعندك سيارات. قلت له يا ابو هاي سياره ابوي وهاي سياره الدولفين يسار صديقي. كنا نشتغل بيها. أنا وياه شراكة بيها المحافظة. المفروض نستلمه بالليل. نعم. ما رجع الولد. فظلينا نتصل بهم يقفلون التليفون بوجهنا. نعم. قالوا هسه الدنيا برد وروحوا فاحنا قلنا خلص انه اخذوا الفلوس وراح الولد. نعم. كنا خايفين ايضا نبلغ. مع انه احنا عندنا ارقام تليفونات بس قلنا ننتظر انه خلص. قالوا راح نبيع على الولد. نعم. راح يبيعوه للولد المال يبيعوه ما اعرف يبيعوه خلاص للولد. المهم وصلنا نزل لي هو الرجال هذا السيد 2000 دولار. نعم. حصلنا 12. نعم. قال لي سده وخابرني بعدين فاهم يا اهلك وخابرني. نعم. لما اتصلنا باصدقاء ابوي اتصل والوالده دبرنا 1000 يعني صار مبلغ 11 دولار. نعم. هذا كل اللي عندنا. المبالات قلنا نبيعها بس ما نقدر نتصل من عندها. نعم. فلما وصلنا 11,000. نعم. انا قلت بوقتها قلت اذا ما صارت قسمه 11,000 نسوي فاتحه ونفضل الموضوع. نعم. نخلص. رجع الطفل. ثاني يوم الصبح. ثاني يوم الصبح. اغلقوا الموبايلات واحنا قلنا خلص انتهى الولد انه. نعم. اخر شيء زوجي قال لهم اني اشتري من عندكم. نعم. اني اشتري وما كان مع يعني تعرف انت بهاي شيء يعني هيك مبلغ ممكن يتوفر بيوم وليله. نعم. فصرنا نبيع يعني شنو ممكن ينباع نبيعه. شنو الاشياء اللي بعتوها يعني؟ يعني مثلا مصوغات ذهبيه. نعم. موبايلات. الاهل والاقارب والجيران اللي عنده مبلغ تحت ايده يعني جمعنا فد كذا مبلغ. نعم. وطبعا دخلنا يعني بقرض تقدر نقول. نعم. بس لبين ما نطلع الولد. نعم. بعد كل هذا الولد ما رجع، احنا ايسنا. تقريبا لثاني يوم الصبح. نعم. اتصلنا بيهم فقالوا اخذوا ابنكم بالشارع. نعم. فطلعنا بالشارع ندور عليه طفل صغير ذابي يعني مكان بعيد عن البيت. نعم. شي حوالي 6-7 الصبح. 6-7 الصبح يعني. ايه وكان يوم جمعة. كان يوم جمعة. كان يعني. يوم جمعة حتى شايفيه يعني دورية الشرطة بالشارع. نعم. فسألين الطفل عمو ليش طالع اليوم ماكو مدرسة. نعم. فهو الولد راجع بصدمة ما مجاوب ما راد على أي أحد ظال يمشي بالشارع. احنا طبعا تفرقنا بالشوارع احنا العائلة كلها. نعم. ندور على الولد فلقيناه مسافة كلش بعيدة عن البيت كلش بعيدة. نعم.
جبنا ورجعنا والحمد لله. الشهادة رائعة بعدين.